ونحييكم مشاهدينا من جديد. كشف تقرير جديد للأمم المتحدة أن كل ساعة من العام السابق 2021 شهد في متوسط قتل 5 نساء أو فتيات على أيدي شركاء حياتهن أو فرد من أسرهن. وأفاد التقرير أن نحو 56% من جميع جرائم القتل بحق النساء والفتيات، أي 45,000 من 81,000، ارتكبها شركاء حياتهن أو أفراد بأسرهن. وأوضح التقرير حسب وكالة الأنباء الألمانية أن العدد المرتفع بصورة مقلقة من جرائم قتل النساء والفتيات لم يشهد تغيراً خلال الأعوام القليلة الماضية. وبالإضافة إلى ذلك، ربما يكون هناك عدد كبير من الحالات التي لم يتم الإبلاغ عنها. ودعت وكالة الأمم المتحدة إلى توفير حماية أفضل للنساء والفتيات وإلى جهود منسقة للتحرك من قبل المجتمع تكفل حقوق النساء والفتيات في الشعور بالأمن في المنزل وفي الشوارع وفي كل مكان. نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا من القاهرة، الدكتورة أمل رضوان أستاذة علم الاجتماع والعلاقات الأسرية، أهلا بك. من تونس راضية الجربي رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، أهلا بكم ضيوفي الكرام. واسمحوا لي أن أبدأ من تونس معك سيدة راضية. سيدة راضية، في الواقع لما طلعنا على هذه الأرقام، 5 فتيات أو نساء في غضون ساعة في سنة 2021 بحسب الأمم المتحدة، الرقم والنسبة مفزعة. فما الأسباب بحسب وحضرتك رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، والأكيد بأنك مطلعة على الداخل التونسي وحتى لك فكرة على ما يحدث في العالم، ليس فقط لا نتحدث على الدول العربية، فما أبرز الأسباب التي تدفع بشريك أو برفيق إلى قتل فتاة أو زوجة؟ مرحبا بك وبكل مشاهديك وبزميلة من القاهرة، شكرا على طرح هذا الموضوع في هذه الأيام التي نحتفل فيها بالأيام الأممية لمناهضة كل أشكال العنف المسلط على النساء. الرقم مفزع فعلا، ولكنه غير مفاجئ، لأنه في الحقيقة مسألة قتل النساء ظاهرة عرفناها منذ سنوات، حتى في تونس ارتفع عدد الضحايا بشكل لافت، وأصبحنا نتحدث عن قتل النساء نتيجة العنف داخل الأسرة أو العنف الزوجي. لماذا؟ لأسباب عديدة، لعل أهمها أن القانون لم ينجح في الحد من العنف المسلط على النساء. الأرقام المفزعة في العنف بشكل عام تبين وأن ليس هنالك تراجع في ممارسته تجاه النساء، وأن القوانين لم تكن وحدها كافية للحد منه. ما يحدث في العالم وفي دولنا أيضا العربية وفي تونس هو أن العقلية الذكورية ما زالت سائدة، ما زال الرجل يعتقد وأن قوته البدنية تسمح له بأن يكون له سلطة وسلطان على المرأة. ما زال الوضع الاقتصادي والاجتماعي الهش للنساء يجعلهم ضحايا للعنف، وأيضا غياب الحوارات، غياب النقاش، غياب ثقافة التحاور داخل البيت، غياب الديمقراطية إن شئنا في بلداننا ومنها داخل الأسرة لنتحدث لنتحاور في مسائل أسرية وعائلية، وإنما هنالك صوت واحد يرتفع ويعلو، وأحيانا هذا الصوت عندما يتعارض مع صوت آخر يريد أن يناقشه أو يتجأ أو يعني يتحاور معه يجد قوة معناها كبيرة، قوة عنف تخمد صوته إلى الأبد، وهو ما يحدث أيضا في بلداننا. أيضا تراجع الأحكام إن شئنا الراجعة، سنعود للأحكام ونعود للقوانين، ولكن أستاذة راضية فقط لنبقى في إطار المجتمع وحتى نشارك معنا كذلك الدكتورة أمل رضوان أستاذة علم الاجتماع والعلاقات الأسرية. دكتورة أمل، لقائل أن يقول بأن المجتمعات تتطور، يعني اليوم هناك أكثر نسبة تعليم، أكثر نسبة اختلاط، أكثر نسبة مدارس جامعات، الفتيات اليوم
يشاركنا ويتميزنا في الدراسة وحتى في الشغل، ولكن النظرة الفكر بحسب على الأقل كلام الأستاذة راضية لم يتغير، ما التفسير؟ يعني احنا حاليا بنعيش تقدم تكنولوجي معاه يصاحبه تأخر إنساني وتأخر أخلاقي، يمكن لازالت العقلية الذكورية مسيطرة بالفعل على معظم الدول العربية، منطقة الشرق الأوسط كلها، وده سبب رئيسي جدا اللي هي النظرة الدونية أو أن المرأة مواطن درجة تانية. ده بيكون فعلا سبب رئيسي، فكرة التمييز ضد المرأة اللي لازال في عقلية ناس كتيرة جدا، حتى في الموروثات الشعبية أو بعض الأمثال زي اكسر للبنت ضلع يطلع لها 24. بالتأكيد المفاهيم دي الراسخة في العقول وبتتوارثها جيل ورا جيل، وفكرة ان هو عادي بيأدب زوجته بيربيها لما يعملها بعنف، فهو ده التطور اللي بيحصل، ده ظاهرة العنف اللي بتوصل لحد القتل. فأنا قدام بالفعل ثقافة مجتمع محتاجة أنها تتغير كتير، جنبا إلى جنب مع تشريعات رادعة للعنف الأسري. يمكن العنف الأسري كتير منه بيبقى في البدايات مسكوت عنه، يعني ما بتبقى المرأة تخجل أنها تشتكي زوجها أو تشتكي والدها إذا كان بيتعامل معها بعنف، أو أحد أو أي أحد من أفراد الأسرة. لازالت النظرة المجتمعية أنها ليها هي، لو اشتكت تبقى هي المخطئة، على العكس رغم أنه هو المعتدي أو هو اللي بيتعامل معها بقسوة وبدون رحمة. ولكن دكتورة أمل، صحيح، ولكن هذا النوع من التعامل هل يقتصر على مجتمع معين؟ هل يقتصر على فئة معينة؟ هل يقتصر على عمر معين؟ يعني هل هناك إحصائيات تبرز لنا من المتورط أكثر في مثل هكذا عمليات قتل نتحدث عنها؟ يمكن هو يعني على مستوى العالم كله في جرائم قتل، يعني في عنف أسري، وبتوصل لجرائم القتل دي موجودة على مستوى العالم كله. ولكن الحقيقة إن هي مع الأسف على حسب منظمة الصحة العالمية كانت يعني قالت إن المرتبة الثانية هي منطقة الشرق الأوسط، اللي هي يعني لا، أنا لا أتحدث عن مناطق، أتحدث عن مستويات اجتماعية، لأنه الدكتورة الأستاذة راضية منذ قليل تقول لي لا، ليست هناك دراسات أستاذة راضية إن كان مثلا لمستواه اجتماعي متوسط أو فقير معرض أكثر للتحرك، أو الغني، يعني هل هناك خصوصية في ذلك أو تعم أو تشمل كل الأطراف؟ هي بالفعل الظروف الاقتصادية. دكتورة أمل سأعود لك، دكتورة أمل سأعود لك، تفضلي يا أستاذة راضية. الدراسة التي نشرت في تونس بينت وأن العنف المسلط على النساء من كل الشرائح العمرية للذكور، من كل الأوساط الاجتماعية، من كل المستويات الثقافية، ليس هنالك فئة دون أخرى تتميز بالعنف. نفس الشيء الدراسة التي سنقدمها يوم 29 من هذا الشهر الخاصة بمنظمتنا سلطنا فيها الضوء على العنف المسلط على الإطارات العليا من الإطارات العليا، بمعنى أنه هذه الدراسة تؤكد مرة أخرى وأن العنف أيضا لا ثقافة أو لا مستوى علمي له، وإنما هو منتشر بين كل الأوساط، أنه مهما تقدمنا في العلم والمعرفة أو في المكانة الاجتماعية فإن العقلية السائدة بأنه بوسع الرجل مهما كانت مكانته، حتى وإن كان ليس الزوج أو القارئ أو أحد أفراد الأسرة، حتى إن كان رئيسك في العمل، يرى نفسه أن هذه السلطة تسمح له بأن يمارس عنفا على المرأة، وهذا هو الخطير جدا. لأنه لا أعتقد أنه التشريع، نحن نحتاج إلى مزيد من التشريعات، أعتقد أنه نحن محتاجين إلى حماية النساء أولا، وأيضا إلى تطبيق هذه التشريعات، لأن كل دولنا تقريبا. ولكن كيف الحماية؟ هذا السؤال الكبير أستاذة راضية. باختصار شديد لو سمحت لي، تقولين بأن التشريعات غير كافية، يجب حماية المرأة، كيف؟ حمايتها أولا حتى لا تخاف، لأنه المشكلة بالنسبة للنساء هو الخوف، الخوف من التشكي، الخوف من تداعيات التشكي، الخوف من ما بعد التشكي. لابد أن تجد حماية كبيرة، هنالك مؤسسات
اجتماعية مجتمعية ومؤسسات أيضا الدولة يجب أن تحميها دكتورة. يعني صحيح، وضحت الفكرة. لضيق الوقت فقط دكتورة أمل، هل هذا متوفر على الأقل على مستوى مجتمعاتنا العربية أن تكون هناك مراكز تستمع للمرأة المعنفة حتى لا تصل لمرحلة المرأة المقتولة؟ هي المراكز دي موجودة، ولكن هي الفكرة في أن المرأة أصلا تصل إلى حد الشكوى، هي بتستحمل، لأن ثقافة المجتمع دايما بتحسها على التحمل، على التسامح. التسامح شيء جميل جدا، ولكن ليس مع العنف اللي ممكن يوصل للجريمة. فأنا هنا محتاج أن أنا أغير الوعي عند الناس، أغير المفاهيم وصحح المفاهيم، أن قبول العنف وقبول الخطأ هو مش ده التسامح. يبقى احنا محتاجين أن أنا تغيير مجتمعي مع فكرة التعديل أو تشريعات قانونية ضد العنف الأسري، مع الأخذ في الاعتبار أن المخدرات برضو سبب رئيسي. شكراً جزيلا الشكر من القاهرة دكتورة أمل رضوان، أستاذة علم الاجتماع والعلاقات الأسرية، ومن تونس راضية جربي رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية. شكرا لكما، السلام عليكم.